عندي قصة، قصة عمر. عمر يا أحبة، عمر منظم، ينظم المخيمات. استضافوني في إحدى المخيمات في إحدى المدن. دخلت إلى هذا المخيم بعد ما خلصت المحاضرة مثل هذه، جيت أركب سيارتي وأمشي أرجع لأهلي. جاني عمر سلم علي. عمر من المنظمين في المخيم، لحيته إلى هذا المكان. عمر وجهه يشع نورا، نحسبه كذلك. يسلم علي ويقول لي: يا شيخ أنا تايب من 7 أشهر أو 8 أشهر. قلت: الله يجعلها العمر كله يا عمر، الله يجعلها العمر كله يا عمر. قال: اسمع يا شيخ، أنا أخبرك بقصة توبتي، قصة عجيبة غريبة. قلت: أسمعك يا عمر، تفضل. قال: قبل 7 أشهر أو 8 أشهر كنت بعيد عن الله، والله ما لي هم إلا شهواتي، والله ما لي هم إلا هواي، والله ما لي هم إلا أصحابي وروحاتي وجياتي. يقول: كان عندي صاحب في حينا، رفيق دربي، أيام الدراسة مع بعض، خرابنا مع بعض، هجولتنا مع بعض، شراب ومخدرات ومسكرات مع بعض، زينة ولواط والله مع بعض. يقول: يوم من الأيام جاني صاحبي، دق علي الباب: عمر عمر. اتصل علي أحد أقاربي في مدينة جدة، قال لي: جم ملفك وتعال في إحدى الشركات نوظفك فيها، قال لك تغير حياتك، تحصل لك وظيفة ومرتب، تتزوج وتفتح بيت. تعرف يا عمر، تعرف يا عمر أن علاقتي بك قوية، وأنت صديق طفولتي، يا ليت تجيب ملفك وأتوظف أنا وأنت مع بعض في هذه الشركة. يقول عمر: فكرت عندي بعض الأغراض بخلصها بعدين ألحق صاحبي. يقول عمر: تعذرت منه، قلت: أنت اسبقني على جدة وأنا يومين ولا 3 أيام أركب نقل جماعي وألحق. يقول عمر: توادعت من صاحبي، شغل سيارته ومشى، خرج من مدينتنا. بعد ساعة كلمته: وينك؟ قال: أنا في المكان الفلاني، أنا في المكان الفلاني. قلت: توصل بالسلامة. بعد ساعة دقيت عليه: وينك؟ قال: عمر 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 عمر، أنا في المكان الفلاني، تعرف البياع فلان؟ تعرف البياع فلان؟ قلت: إيه أعرفه. قال: شطفته يا عمر، وقفت عنده يا عمر، أخذت منه نقص حشيش، وأنا الحين قاعد أفرط علشان أحشش أوصل جدة، وجوي غير يا عمر. في الطريق أبغى أحشش أعمل زقاير أوصل جدة وجوي غير. يقول عمر: قفلت السماعة وأنا أقول: يا ليتني معه، يا ليتني معه. يقول بعد ساعة دقيت عليه: وينك يا عمر؟ قال: أنا في المكان الفلاني. عمر 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 عمر، والله توي مولع الصاروخ وميادة على آخر صوت، توي مولع الصاروخ وصوت الأغاني على آخر صوت. يقول عمر: قفلت السماعة وأنا في نفسي: يا ليتني معه، يا ليت جوي زي جوه، يا ليتني مرافق له. يقول عمر: قفلت السماعة، والله ما هي إلا 7 دقائق إلا جوال صاحبي يدق علي، أقول: ألوه، إلا الصوت مختلف، إلا واحد يقول لي: عمر. قلت: إيه عمر. قال: تعرف صاحب الجوال هذا؟ قلت: إيه أعرفه، هذا صديق طفولتي، هذا من أبناء حينا وحارتنا. قال: عمر، صاحبك انحرفت بالسيارة وانقلب 8 قلبات، حالته حرجة يا عمر، حنا الحين ناقلين على المستشفى، يا تلحق يا ما تلحق يا عمر. قال: هو يقول لي 8 قلبات، حالته حرجة، ويطن في أذني وأسمع في أذني: عمر، توي مولع الصاروخ وصوت الأغاني على آخر صوت. هو يقول لي حالته حرجة وأنا يطن في أذني، توي مولع الصاروخ وميادة على آخر صوت. يقول عمر: ارتبكت، لبست الثوب، أبغى أتوجه لأبوه وأهله وأخوانه. يجيني اتصال ثاني: عمر عمر، صاحبك مات، صاحبك فارق الدنيا، صاحبك انتقل من هذه الحياة الدنيا، بلغ أهله. يجون يستلمون جثته. يقول عمر: أصدق وأكذب؟ صاحبي توه مكلمني قبل 7 دقائق، يقول مولع الصاروخ والأغاني على آخر صوت. يقول: رحت لأبوه، أخذت أخوانه، اتجهنا 4 ساعات حتى وصلنا إلى المستشفى، أخرجناه من ثلاجة المستشفى، غسلناه، كفناه، دفناه، دفنته،
ودفنت معه كل المعاصي والذنوب. أنا لو كنت معه بقول له لا تمر البياء، أنا لو كنت معه بقول له لا تعمر زقاير ولا تحشش، أنا لو كنت معه بقول له لا ترفع المسجل على آخر صوت. لا يا شيخ، لكن الله كريم، لكن الله عظيم، جعل صاحبي عظة وعبرة لي. أنا وأنا أدفنه والله ما يعلم ولا يعرف عن أسرار صاحبي إلا أنا. أنا اللي أعرف على إيش مات صاحبي، مات محشش، صاحبي مات وآخر شي يسمع صوت الأغاني. والله شتان بين النهايتين، شتان بين عبد الرحمن وصاحب عمر، شتان يا شباب، كلهم في سن الشباب، لكن هذا اختار نهاية وعاش لها، وهذا اختار نهاية وعاش من أجلها. وأنت يا الغالي اللي تسمعني، وأنت يا الغالي اللي تسمعني، أي النهايتين تريد؟